كشف وزير المناجم محمد عرقاب أمس أن الشباب يمكنهم التشكل في تعاونيات للتنقيب عن الذهب في الجنوب. وأوضح عرقاب في تصريح للتلفزيون الجزائري أن الدولة ستقوم بشراء كمية الذهب في إطار قانوني من هذه التعاونيات. وأضاف الوزير أن الدولة ستقوم بمرافقتهم وتكوينهم ومدهم بالتكنولوجيات اللازمة. هي راح نوفروا كذلك كل التقنيات هذو ونخليوا شباب يتشكلوا عن طريق تعاونيات، ونعطيوا لهم يعني مجال ديكاري، نعطيوا لهم دي مساحات مساحات يقوموا بالتنقيب عن الذهب بالطرق التقليديه الحرفيه. نعم. انا ما افضلش نسميها تقليديه، بنسميها حرفيه لانها عندها واحد التقنيه اللي راح نعطوها لهم كذلك. فهذه الطريقه، ومن بعد نديروا تجميع لكل العمليه اللي يقوموا بها عن طريق لينور، هذه الشركه تاع الذهب اللي موجوده الان في تام ناصت. نعم. نديروا ان كونتوار نجمعوا فيه هذا الحجارات الذهب ونقوموا ب طحنها والتريتمون وحتى يعني اللابوراتوار هذاك اللي موجود، المخبر اللي موجود في تام ناصت تاع لو ار جي ام، راح يقوم كذلك بتحليل هذا الذهب. وهذه العمليه راح تكونها العمليه تكون كثير يعني متناسقه، باش نخلوا الشباب عندما يجيب هذا لاغيكولت تاعو، يعني عندما يجيبها يروح مباشره عند لينور وياخذ فلوسه مباشره من عند لينور، يعني بالسعر المتعامل به سيدي. يعني راح يكون عمليه راح ان شاء الله نقوم بها مع السلطات المحليه والسلطات المعنيه كذلك بهذه العمليه، وراح كذلك يشاركنا الوزاره المنتدبه اللي تاع الحاضنات. نعم. لكي نشكل هذه مجموعات الشباب نخلوهم في هذه الديناميكيه تاع العمل والاستغلال وهذا المنجم، وتكون بطريقه قانونيه ونقضي على الاستغلال هذا تاع الغير القانوني وشفتوا التهريب ايضا التهريب والاستغلال الغير القانوني.